النشرة الرياضية من القدس دوت كوم. أهلا بكم. توج المنتخب الألماني بطلا لكأس العالم بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب الأرجنتيني بهدف دون ردع، وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي قبل أن يتم اللجوء للأشواط الإضافية والتي خطف فيها البديل ماريو غوتسا هدف الفوز الألماني الوحيد. وبهذا اللقب أضاف المنتخب الألماني الكأس الرابعة إلى خزائنه. اختير ليونيل ميسي قائد الأرجنتين كأفضل لاعب في نهائيات كأس العالم رغم خسارة منتخب بلاده في المباراة النهائية، وأنهى ميسي المونديال برصيد 4 أهداف كلها سجلت في مرحلة المجموعات. من جانبه أحرز حارس المرمى الألماني مانويل نيوير جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في البطولة، وبهذا اللقب أصبح نيوير ثالث ألماني يفوز بلقب أفضل حارس في كأس العالم بعد مواطنيه سيب ماير وأوليفر كان. أحرز المهاجم الكولومبي جيمس رودريغيز جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في بطولة كأس العالم، وأحرز رودريغيز 6 أهداف لفريقه كولومبيا في 5 مباريات حيث هز الشباك في جميع المباريات التي خاضها في البطولة. بدوره فاز اللاعب الفرنسي بول بوغبا بجائزة أفضل لاعب شاب في بطولة كأس العالم رغم خروج فرنسا من دور الثمانية للبطولة، وأحرز بوغبا الجائزة بعد العروض الرائعة التي قدمها في خط الوسط متفوقا على زميله المدافع رافائيل فاران. أخيرا في عالم التنس، احتفظ الصربي نوفاك جوكوفيتش بطل ويمبلدون بصدارة التصنيف العالمي للتنس للرجال مع صدور القائمة الجديدة، وظل الإسباني رافائيل نادال في المركز الثاني يليه السويسري روجيه فيدرر في المركز الثالث. نهاية النشرة الرياضية، تحية طيبة وإلى اللقاء. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.